السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الكرام، اليوم راح نشوف كيف ندفع فاتورة الكهرباء عن طريق كارت الزراعات عن طريق الجوال بدون أجور. أولا راح ندخل على البرنامج. هيك إخواني الكرام، مثل ما أنا شايفين هي برنامج زراعات. أولا راح ندخل على الخطوط اللي تحت المنيو القائمة من تحت، ومثل ما أنا شايفين بيطلع عنا الصفحة هاي، راح نختار أوديميلار، وبعدها راح يطلع عنا الصفحة هاي راح نختار منها رابع خيار فاتورة أوديمي. وهيك مثل ما انا شايفين طلعنا تي في، تليفون، سو، الكتريك، دوال غاز. وانا هلا حاليا رح ادفع فاتورة الكهرباء، رح نضغط على الخيار الرابع، وهون مشان ما نتعذب بالخيارات رح نضغط بس سي كي. رح يطلع عنا هون مثل ما انا شايفين بوازجي الكتريك، الخيار الوسطاني، الخيار الثاني، رح نضغط عليه ورح نكتب يا رقم العداد يا اما رقم الفاتورة بيمشي الحال. رح نكتب دوام، وهي هون مثل ما انا شايفين فاتورة 64، وبإمكانك كمان تتأكد مشان ما يكون في خطأ عندك، هون مكتوب الاسم ومكتوب الرمز ومكتوب كل شيء. ونحن هلا رح نضغط على 64، وهلا مثل ما انا شايفين كمان رح نضغط عليها، هي الفاتورة طلعت عنا 64 وما في لا أجور ولا في شيء. وهلا رح نختار المستطيل اللي تحت ونايلا، وهيك اندفعت الفاتورة.